أنا هذا بيتي الثاني. أنا في تايلند لا أعرف أبداً أي مستشفى ثاني، بس فقط من مستشفى وشتاني من 2007 لغاية هذا اليوم، وأنا دائماً زيارات لمستشفى وشتاني. هذا المستشفى الكبير أنا أول ما عرفته كان صغير، كل الأقسام كل الذكريات مع هذا المستشفى. بشكل سنوياً أنا أجي، لست وحدي، أجي أنا والأولاد، أنا والوالدة، أنا وأخواتي، أنا وزوجاتهم، أنا وجيراننا، أنا ومعارفنا، كلنا اللي يجي أول مرة ما يروح المستشفى ثاني أبداً. كل الأقسام أنا دخلتها، عرفنا بالمستشفى لأنه كان أحسن اختيار. أي حد يسألنا كيف عن تايلاند، روح مستشفى وش تاني. كل الأقسام أنا مريت عليها، العظام، المخ والأعصاب، عيادة الدم الباطنية، الأسنان، العيون، معظم التجميل، كل العيادات مكامل متكامل لله الحمد. راجع المستشفى، عمليتي عالمية موجودة في أي مكان تروحي له، لكن أنا ما أحتاج تروح مكان ثاني. الحمد لله، الحمد لله جدا جدا جدا. راح الإغماء، راح الصداع، راحت الدوخة، الحمد لله رب العالمين. موجود كل حاجة موجودة معاهم في مستشفى وشتاني. غير هذا كله بعيد عن الزحمة، بعيد عن الجو حلو. يعني نحن زمان لما جينا هنا كان ما في، الحين ما شاء الله مستشفى متكامل ومتوسع جدا 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 جدا. يعني اللي يجي الحين اللي أنا وجاي زمان كثير، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. أجرينا العملية والحمد لله. بعد العملية بدأنا في العلاج الطبيعي. الآن تقريبا أسبوعين من العملية مع العلاج الطبيعي. العملية ناجحة الحمد لله 100%. الآلام راحت. قبل ما كنت أقدر أنام، الآن الحمد لله أنام جيد، وبدأت يدي في الحركة في مستويات أفضل من قبل بكثير. شكراً مستشفى وشتاني، وشكراً للدكتور، وشكراً لكم. بس الحمد لله جيت هنا وفي نتائج جيدة جداً، يعني الحمد لله رب العالمين. فنعم، مستشفى وشتاني مستشفى مش أول مرة أجي، يعني في إمكانيات كبيرة، دكاترة بمستوى عالي جداً. فنعم، أنصح أي أحد عنده نفس المشكلة أنه ممكن يزور المستشفى ويشوف الدكاترة هنا. كل الحمد لله الدكاترة، ممرضين، مترجمين، معالجين، العلاج الطبيعي، كل ممتاز، يعني مستوى عالي من الجودة، وخدمة عالية، ودائما متجاوبين ومتعاونين. ونعم، مستشفى وشتاني مستشفى جيد وأنصح فيه. في مستشفى تايلاند اسمه وشتاني، متخصص العظام والمفاصل. وجيت المستشفى وسويت فحوصاتي ولاحظت أن ما شاء الله أن الدكاترة جدا دقيقين للمريض ويهتمون المريض بشكل رائع جدا. وقال لي الدكتور إن لازم تسوي عملية، والحمد لله سويت العملية والحين تشافيت. من بعد الله والعلاج الطبيعي والدكتور. المستشفى جدا ضخم وجدا فخم ومرتب جدا، وتعامل السسترات وتعامل المترجمين تعامل رائع يعجز اللسان عن وصف. أنا أنصح كل شخص بالكويت وبالخليج وبالعالم إذا يعاني مشكلة بالمفاصل لا يفكر إلا بوشتاني.